كما قمنا في الفيديو السابق عن مراسلة العديد من نواب البرلمان وخاصة النائب البرلماني مؤخرا مشري عمر من ولاية البيض الوزير وزير العمل أقول حول تعديل شروط منحة البطالة. إليكم فيديو النائب. بغيو يتصلوا بنا البطاله سموها منحه بطاله، واللي تسولي شهر اللي تسولي عام يقول اي واحد بطال ما غادي يعطوا هذه المنحه. تيقول لك كاين خريج الجامعات، كاين اباء، كاين امهات، اللي سولى شهر سولى شهر معناتها مش بطال، هذا بطال ما عنده حتى دخل. ما غادي منحه بطاله سميتها منحه بطاله، كل اي واحد بطال يديها. سيدي الوزير ماذا بكم هذه توصلوا هذا الانشغال؟ والله شباب جزائري راه يعاني. هذه وهذه المنحه كاع شحال 1500 على الاقل، يقضي بها الصلاح ولا يشوف بها يعاون بها روحه. ربي يجزيهم ربي يحفظكم. السلام عليكم. شكرا سيدي.